بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله تعالى حديثنا حول الآيات المختصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك التفسير الموضوعي الذي يبحث في الآيات والسور التي خص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا في سورة الجن وأخذنا الآية رقم 1، بعد ذلك في أواسط السورة أو قرب نهاياتها قول الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. نقف إن شاء الله مع هذه الآيات الثلاث. هذه الآية الأولى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. المراد من الدعوة هنا إما الدعوة إلى الله تعالى وهو عليه الصلاة والسلام قام يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، يعلمهم توحيد الألوهية ويعلمهم تعظيم الله تبارك وتعالى، أو لما قام يدعوه، مقصود هنا دعاء العبادة وهو الصلاة، لأن الجن انصرفت إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، أو في الحقيقة الله تعالى صرفها إلى موضعه صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة كما ذكرنا سابقا، فوافوا الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الصبح. الآن انتبه معي قليلا: كادوا يكونون عليه لبدا، تحتمل ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الجن التي جاءت تستمع إلى صلاته عليه الصلاة والسلام وإلى قرآنه الذي يتلوه في صلاة الفجر كادوا يكونون عليه لبدا، أي الجن تراكب بعضها على بعض. اللبد هو الشيء الذي يتراكم ويركب بعضه بعضا. لما تقول لبدت الشعر بالصبغ مثلا يصبح كأنه لبدة، هذا معروف عند الناس، يصبح كأنه وحدة واحدة متماسكة. الجن من كثرتهم كادوا يكونون على الحبيب عليه الصلاة والسلام لبدا، مما تراكم وتراكب بعضهم على بعض. الوجه الثاني: المراد الصحابة. على الوجه الأول يكون الله تعالى حكى حالة الجن وهي كادت أن تتراكب على الحبيب عليه الصلاة والسلام حتى أصبحت كاللبن. الحالة الثانية أن الجن لما انصرفت من سماع قرآن من الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرت الجن الآخرين أن الصحابة من شدة قربهم من الحبيب عليه الصلاة والسلام واقتدائهم به كادوا يكونون عليه لبدا. فهي الجن تعجبت من اقتداء الصحابة بالحبيب عليه الصلاة والسلام، لا يركع أو لا يركعون حتى يركع، ولا يسجدون حتى يسجد، ولا يقوم حتى يقوم، وهكذا. فأعجبها هذا المنظر فحكته للجن الآخرين الذين لم يشهدوا هذا المشهد. الوجه الثالث: الله تعالى يحكي حالة الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما قام وحده يدعو إلى الله تعالى كيف تراكم عليه أهل الشرك ليصدوه عن الدعوة إلى الله تعالى. وليس المشركين من الإنس بل كذلك من الجن،
فلم يكن ثمة موحد عندما نبئ الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا هو فقط الذي يعرف توحيد الله تعالى، وقل من الصحابة. وإلا شوف أهل مكة كذبوه، أهل الطائف كذبوه، القبائل التي جاءت في مواسم الحج كانت تكذبه، كادوا يكونون عليه لبدا، أي كأنهم صاروا وحدة واحدة ليصدوا دعوة الحق وليهلكوا النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى يوم الناس هذا كل من يدعو إلى الحق تجد من يقف ضده ولا يستمع إليه ويحيك ضده المؤامرات وما شابه ذلك. اسمع الآية مرة ثانية: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إما الصحابة وإما الجن وإما المشركين. انتبه معي، لماذا قال عبد الله لم يقل رسول الله، مع أن رسول الله في القرآن كثيرة، ولم يقل رسوله في القرآن كثيرة، لم يقل النبي في القرآن كثيرة، ولا ما ورد الألفاظ هذه، الأوصاف هذه التي هي للحبيب عليه الصلاة والسلام، رسول الله، النبي، الرسول. هنا قال عبد الله إشارة إلى أن الحبيب عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي حقق العبودية الكاملة لله، أو إشارة إلى أنه هو الوحيد في ذلك الوقت الذي كان يعبد الله العبادة الحق، غيره أو خلينا نقول 98% من أهل مكة والجزيرة العربية على الشرك. فلما يكون هو عليه الصلاة والسلام وقل من الصحابة يعبدون الله تعالى، وبقية أهل الأرض أو الجزيرة العربية خصوصا تحيق ضده المؤامرات وتتمنى لو يقتل على يد أحد المجرمين، هنا قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. انتبه بارك الله فيك. ممكن واحد يقول يا شيخ انت تقول يدعوه، والدعاء هو اما الصلاه، واما لان الصلاه يطلق عليها الدعاء، واما الدعاء المعروف يسال الله عز وجل، ففين الدعوه الى الله؟ اين الدعوه الى الله في يدعوه؟ اذا كان هو يدعو الله تبارك وتعالى ويساله حوائجه عليه الصلاه والسلام وحده في ذلك الوقت، فهذا في حد ذاته دعوه الى الله. علم الناس عليه الصلاة والسلام كيف يعبدون الله، وعلم الناس كيف يسألون الله، وعلم الناس كيف يثنون على الله، وعلم الناس كيف يمجدون الله، وعلم الناس كيف يعظمون الله، وعلم الناس كيف يوقرون الله. وأنه لما قام عبد الله، فكان لابد أن تأتي العبارة هنا بعبد الله وليس بغيرها، لا باب النبوة ولا باب الرسالة. ليه يا حاج؟ لأنهم أصلا مكذبين الناحية هذه، أصلا هم أصلا ما صدقوه رسول ولا صدقوه نبي. معناها كأن الله يقول: يا من تدعون أنكم تعبدون الله بآلهة تتقربون بها إلى الله، عباداتكم باطلة، هذا هو الوحيد الذي يعبد الله العبادة التي ترضيه جل في علاه. فما لم يكن سبيلك في عبادتك إلى ربك أيها المسلم بسبيل الحبيب عليه الصلاة والسلام فأنت لست عابدا لله. في أثر ضعيف لكن أذكره لأنه يوافق الآية الكريمة. ما هي الآية في سورة آل عمران؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الشاهد فاتبعوني. الأثر حديث قدسي
يا محمد، يقول الله عز وجل يا محمد عليه الصلاة والسلام: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. هي واتبعون ولا لا؟ فاتبعون ولا لا؟ هي نفس المعنى. إذن وأنه لما قام عبد الله يدعوه، بعدين قال يدعوه فعل مضارع، وهذه فيها لفتة، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام، معناها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لربه، سواء كان ما ذكرنا دعوة الخلق إلى الحق أو عبادته عليه الصلاة والسلام أو دعاؤه مستمر، لأن فعل المضارع يقتضي الاستمرارية في الحال وفي الاستقبال. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه، اجتمعوا كلهم ضده عليه الصلاة والسلام، ولكن لولا تثبيت الله تبارك وتعالى له. وانتبه، هذه الآية يعني في معناها في القرآن الكريم آيات: يريدون ليطفئوا نور الله. كم ورد هذا المعنى؟ والدليل على أن المراد هنا الدعوة إلى الله، وأن المراد اجتماع المشركين، اجتماع المشركين سواء كانوا من الجن أو من الإنس، اجتمعوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء بعدها: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. يعني افعلوا ما بدا لكم. إذا كانت الدعوة التي أتيت بها هي توحيد الله عز وجل ونبذ ما دونه من الآلهة، هذا الكلام لا يعجبكم، هذا الكلام وقفتم ضده، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لا يهمني شيء. وخلي بالك الآية فيها إشارة إلى التوكل، قمة التوكل هو عين التوحيد. بعبارة أخرى، إذا تحققت بالتوحيد أصبت كبد التوكل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا قالوا لابد للمؤمن أن يكون متوكلا على الله عز وجل. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إياك ثم إياك أن تفهم أن الشرك هو في حق عليه الصلاة والسلام أن يكون عبادة أصنام أبدا. هذا الكلام خلي بالك، الحبيب عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك ومن الكبائر قبل النبوة وبعدها، معصوم بعصمة الله، محفوظ بحفظ الله، وهو في رعاية الله تبارك وتعالى. انتبه، لا أشرك به أحدا معناها بارك الله فيه هذا الذي تصنعونه لا يعنيني في شيء، لا يحرك مني شعرة في توكلي واعتمادي على ربي جل جلاله وتباركت أسماؤه، لأن أدنى التفاتة إلى المخلوق في حق بعض الناس والأنبياء خاصة نوع من الشرك. فلا تفهم الشرك هنا عبادة أصنام أبدا، والناس مقامات. إذا كان الأولياء والصالحين والصديقين والشهداء لا يلتفتون إلى أحد من الخلق في سائر شؤون حياتهم، فكيف بالأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليمات؟ إذا ما لا أشرك به أحدا، هم يفهمونها على ما هم عليه من الشرك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يشاركهم في عبادة الأصنام، وهذا أدنى معنى هم يفهمونه، لكن المعنى في حقه عليه الصلاة والسلام أرقى وأجل وأعظم بكثير.
وقس على ذلك كل آية. أنا لعلي وضعت قاعدة سابقا، أحيانا يأتي الخطاب وهو موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمراد به غيره، ولعله تجلى لك في موقفه عليه الصلاة والسلام في شفاعة استشفاع المشركين لأبي طالب. قال له أبو طالب عمه: هؤلاء الناس يعني كفار قريش قالوا سفهت أحلامهم وقبحت آلهتهم وفرخت جماعتهم ومن هذه العبارات، فهدنا أو توقف قليلا. قال: يا عماه، أترى هذه الشمس لو صعدوا إليها وأتوني منها بشعلة ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونها. إذن قل إنما أدعو ربي، تكررت الدعوة هنا، ولا أشرك به أحد. عيد الآية مرتين ثانية أو عيد الآيتين مرة ثانية. قل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. تفهم من خلال هاتين الآيتين أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ثابت ثبات الجبال ولو خالفه أهل الأرض فيما يدعو إلى توحيد الله تعالى، أو فيما يقوم به من عبادة الله تبارك وتعالى، أو فيما يقوم به من دعاء الله عز وجل والثناء عليه. من يثبت هذا الثبات؟ الناس اللي يقول لك والله في زمن فتن ومشاكل والدين ضعيف، يا أخي أنت مفتون قبل الفتنة. أقول لك أنت قبل الفتنة مفتون، ونساء وأموال محرمات و إذا رسخ الإيمان في قلبك هذا الذي يدور حولك لن يمسه فيك شعر، ولن يحرك فيك أثنى شيء بتفتن بما ترى من حولك. يا أخي الناس كلها أكلت حرام، الناس كلها أكلت ربا، الناس كلها تنظر إلى الأفلام تشاهد الحرام، الناس كلها. طيب وانت يا حاج، أنت مع الناس ولا مع الله؟ الذي يحتج بهذه الحجج، قلت له: أنت مفتون قبل ظهور الفتن. بس تكفينا هاتين الآيتين لنقتدي بسيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الآن كم مسلم معك أنت؟ وكم كافر ضدك؟ وكم معارض لمنهجك؟ كم ما لا يكاد يوجد شيء بالنسبة لحياتك الخاصة. أما هو وآلاف من العرب، بل وبعد ذلك عندما هاجر إلى المدينة العرب والعجم، فارس والروم والأقباط في مصر وأهل الجزيرة كلهم كملوا. ومع ذلك قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وين فلان يا جماعة؟ والله هذا اليومين دين منتكس، نسأل الله السلامة، عشان ابتلاء بسيط في زوجته أو في أولاده أو في ماله أو في نفسه مرض. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات. لكن هذه الآية صدقوني فيها تثبيت غير طبيعي لكل مسلم. واحد المشايخ يقول: زرت مريضا، عشان تشوف المشاكل التي يقع فيها البعض، يمكن يصل 50 سنة ولا قريب 60 سنة ولسه الإيمان عنده ها نص نص. قال الشيخ يقول لي الشايب المريض: يا أبا فلان لعله خير. هذا الكلام سمعته من فم الشيخ إلى أذني، مش رواية واحد قال لي عن فلان عن فلان، لا الشيخ حكى لي بنفسه أو حكى في الدرس. قال: يا شيخ فلان، هو ربك ترك فيها خير؟ كفر ولا ما كفر؟ الشيخ بيقول له: لعله خير، هذا المرض لعله خير يا فلان. قال: هو ربك ترك فيها خير؟ رجل فوق 50 سنة
ممكن في لحظة يا جماعة واحد يضيع كل إيمانه، كل صلاته، كل صيامه، كل زكواته، كل حجاته، كل صدقاته، تضيع بكلمة. قل إنما أدعو ربي، ربي لعمل تحتها 40 خط، ربي الذي هداني والذي رباني والذي كفاني، هو سيدي، هو خالقي، هو مدبر أمري، هو القوي، هو العزيز جل جلاله وتبارك أسماؤه، هو السيد المطاع جل جلاله وتبارك أسماؤه. تكرر معنا كلمة رب في خطاب الحبيب عليه الصلاة والسلام لتعلم مدى عناية الله تبارك وتعالى به. ولهذا قال ما قال إنما أدعو الله، أدعو الله صحيح، لكن إنما أدعو ربي، هذا المعنى لصيق لصيق بقلب الإنسان وحياته، بكل إنسان، لكن في حق الحبيب عليه الصلاة والسلام معنى أعلى وأجل. اكتفي بهذا، صليت وقهنا في ديننا وعلمنا من يزيدنا علما، وقنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. صلى الله سيدنا محمد، جزاكم الله خير.